الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء الأعلى يشدد على أن تكون القرارات القضائية حيادية وغير خاضعة لنفوذ السلطات أو المصالح السياسية. رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي ويكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة. سعر الصرف يسجل تراجعا واضحا في بورصة بغداد ويقفل على 158,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. السوداني يعلن إطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. النزاهة تصدر أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق لارتكابه عمدا ما يخالف واجباته الوظيفية. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعتقل 7 متهمين يتاجرون بالبشر في كربلاء وذي قارة. وفي الشأن الدولي، بعد جدل حول القوانين الشعبوية، الحكومة الكويتية تقدم استقالتها على إثر خلافات مع مجلس الأمة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن الحرب بين الغرب وروسيا لم تعد هجينة بل باتت شبه حقيقية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.